أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. زحر ابن قيس اللي بنسمع اسمه بالشعر كتير وبالمجالس نسمعه زجر، صحيح زحر مش زجر، لكن مثلا موجود أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها، والتصحيف بين الحاء والجيم كثير المصادر، لكن بنرجع لعلم الرجال بنشوف أنه هذا اسمه الحقيقي زحر ابن قيس. والشيخ المفيد يصرح بأنه هو الذي جاء بالرؤوس إلى الشام. طبعا سيد ابن طاووس بيذكر اسم شخص آخر هو مخفر ابن ثعلبة، ممكن اثنين كانوا مع بعضهم، وبس اللي تكلم بالشام باسم اللي جابوا الرؤوس اللي تكلم هو زحر ابن قيس. زحر ابن قيس من القمم التي تدحرجت بسبب حب الدنيا والذنوب. مثلا هنشوف بعض المواقف السابقة لإله قبل كربلاء. بعد حرب الجمل الأمير عليه السلام يرسل زحر ابن قيس رسولا إلى أهل الكوفة يحمل رسالة شو صار بحرب الجمل، وإذا عندكم استيضاح اسألوا زحر ابن قيس. بعد ذلك أرسله الإمام إلى همدان لأنه كان الوالي على همدان جرير ابن عبد الله البجل. راح زحر ابن قيس اللي هو منقول عنه الشاعر بيقول أيسوقها زجر بضرب متونها، يعني أنه كانت رحلة الرؤوس والسبايا إلى الشام بقيادة هذا. بعثوا الإمام إلى همدان، هذا راح تشوفوا شو الشعر اللي قايله بمعارك صفين، شو الحكي اللي بحكيك بيعبر عن الأمير بالوصي، كيف بيحث الناس وعنده شعر. طبعا إذا بدي استعرض شغلاته قصة طويلة عريضة بدي كم درس، لأنه عنده أبيات يقولها لجرير ابن عبد الله البجلي أنه اعرف عظمة أمير المؤمنين والوصي وإلى آخره، يحثه على الالتزام بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. بهمدان بعد ما وصل الرسالة وقرأها جرير على الناس، قام زحر ابن قيس اللي هو بنقول عنه زجر خطب. ما رح أقرأ الخطبة كلها، بس شوف شو نمطه، يعني واحدنا بدي يقرأ المسائل ويسمعها ويخاف على حاله حقيقة، يخاف من سوء العاقب. المعاصي هيك بتعمل، إذا واحد ما انتبه ما رأى بنفسه تماما. يقول أحد علمائنا بيقول ماشي مع أستاذه من أهل العبادة، قال له انظر شو في هونيك، قال له بنية 8 طوابق وعم بيعمروها بعدها على العظم وفي عامل فوق، قال له هذا العامل اللي على الطابق الثامن إذا غفل غفلة قليلة ما بيموت، بيوقع، قال له بلا، قال له نحن بالدنيا هيك بدنا ننتبه، الغفلة قاتل. فكيف إذا كانت الغفلة مطبقة؟ طيب شو الحل؟ الحل بدنا ندرس فقه ونطبق هالأحكام الشرعية.
الحل نحن قررنا أن نكون متدينين. متدينين يعني شو؟ يعني كل مسألة بدنا نشوف شو حكمها الشرعي، مش شو أنا جاي عبالي وأنا مقتنع هيك. هيك منكون نحن عم نتدين بحسب رغباتنا، يعني نعبد أهواءنا. فرأيت من اتخذ إله هو، ساعتها مستحيل واحد يوصل لليقين، مستحيل يوصل لخيام الإمام الحسين سلام الله عليه. لكن من جهة تانية اللي عنده هي العظمة، عظمة العلاقة بسيد الشهداء، عظمة الدموع على سيد الشهداء سلام الله عليه، وبينتبه لهذا الخطر، قادر انه يعدل بسرعة قياسية ويحفظ مساره بصراط المستقيم. بيوقف زجر ابن قيس بهمدان بيقول الحمد لله الذي اختار الحمد لنفسه وتولاه دون خلقه، لا شريك له في الحمد ولا نظير له في المجد، وإلى أن يقول أشهد أن محمدا عبده برسول ورسوله أرسله بالحق الواضح والكتاب الناطق. ثم قال إن الناس بايعوا عليا بالمدينة غير محابات ببيعته لعلمه بكتاب الله وسنن الحق. هذا أتى الابن أمير المؤمنين عبد الله اللي ملقب أبو بكر، اسمه الحقيقي عبد الله، اللي قتلوا بكربلاء زحر، زحر ابن قيس اللي عم يحكي الحكي هلأ هذا. فما حدا يشوف إنه والله هلأ بيعرف له كلمتين عن التشيع والولاية وخلاص، خلاص خلاص. إذا واحد تجاوز سكرات الموت وهو يحب علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أكيد مسوقر للجنة. لكن الذنوب قد لا تتيح له أن يتجاوز عقبة سكرات الموت وبعد بقلبه حب، لأنه لما بصير في معاصي بيقوى بقلبه حب الدنيا. لما بشوف حاله رح يموت رح يترك الدنيا، الله عم يأخذ منه كل شيء، فبصير يكره الله عز وجل، ما بيعود يحب لا رسول الله ولا ولي الله ولا حدا نهائيا. بيقول لهم الأمير لعلمه بكتاب الله وسنن الحق، وإن طلحة والزبير نقضا بيعته على غير حدث وألبا عليه الناس، ثم لم يرضيا حتى نصبا له الحرب وأخرجا أم المؤمنين، فلقيهما الأمير فأعذر في الدعاء وأحسن في البقية وحمل الناس على ما يعرفون. طيب من شعر زجر ابن قيس اللي هو اسمه زحر بصفين، حرب صفين، بيوصف الإمام بأنه الوصي، بيقول فصلى الإله على أحمد رسول المليك تمام النعم، رسول المليك ومن بعده أو ومن بعده خليفتنا القائم المدعم، عليا عنيت وصي النبي نجالد عنه غواة الأمم. هذا اللي سبى سيدة زينب عليه السلام جابه إلى الشام، واللي قتل ابن أمير المؤمنين، واللي أيضا من جملة الأمور أنه ابن زياد على أبواب أحداث كربلاء عينوا مسؤول الحراسة بالكوفة كلها، يعني بالعاصمة، يعني هلأ بنيويورك. فأثناء حراسته هو واقف مع مفرزي، واقفين على جسر، هالجسر اللي بده يروح على كربلاء بده يمرق من هونيك، بيشوفوا إجا فارس، هني 500 واحد بقيادة زجر ابن قيس اللي هو زحر اسم الحقيقي، بيشوفوا هذا الفارس إجا مين؟ عامر ابن أبي سلامة الدالاني، بعض المصادر عمار اسمه. هذا عامر قبل ما يجي لهون كان محاول بالمعسكر النخيلة يغتال ابن زياد وما قدر، فهرب، هرب ودروع كربلاء، بس كأنه كان مفكر قبل ما روح كربلاء خليه يخلص من هذا، إذا خلصت منه خلص انتهت القصة تنحسم هون. ما قدر يغتال ابن زياد، رجع تسلل بطريقة فنية بيقولوا تلطف، النص التاريخي بيقول تلطف في الخروج من الكوفي، وصل إلى هالجسر في مفرزي قلت لكم 500 واحد بقيادة هذا زحر ابن قيس اللي منقل له زجر، فأرادوا أن يمنعوه لوين وارجع
جرد سيفه وهجم عليهم. شو بيقول له زجر أول ما شافه؟ قال له قد عرفت أين تريد، لأنه هو كان بيعتبر حاله مع أمير المؤمنين ومع أهل البيت وبيعرف الخصوصيات، فعرفت أين تريد. جرد سيفه عامر أو عمار وهجم عليهم وفرقهم ومضى إلى كربلاء واستشهد مع الإمام الحسين سلام الله عليه. بمعركة الجمل شو بيقول؟ طبعا معركة الصفين كان مع الأمير، معركة الجمل كان مع الأمير، وهلأ سمعنا خطبته عن معركة الجمل. بيقول أضربكم حتى تقروا لعلي خير قريش كلها بعد النبي، من زانه الله وسماه الوصي، إن الولي حافظ ظهر الولي كما الغوي تابع أمر الغوي. من عجيب النصوص حول زجر ابن قيس، في عندنا كتاب من كتبنا المعتبرة جدا، الدلائل الإمامي للطبري، غير الطبري المعروف، غير تاريخ صاحب تاريخ الطبري، هذا بيسموه الطبري الشيعي، دلائل الإمامة، في نصوص مهمة. من جملتها بيقول الإمام الحسين عليه السلام أخبر زهير بن القين في كربلاء بأن زحر هذا يحمل رأس الإمام الحسين عليه السلام إلى الشام. لاحظوا النص، بيقول حدثنا إبراهيم ابن سعد قال أخبرني أنه كان مع زهير بن القين حين صحب الحسين عليه السلام، فقال له يا زهير اعلم أنها هنا مشهدي، ويحمل هذا من جسدي يعني رأسه زحر بن قيس، فيدخل به على يزيد يرجو نواله فلا يعطيه شيئا. طيب حول أنه حمل الرؤوس إلى الشام، في عنا هذا النص، زحر بن قيس هذا هو الذي كان في خيل عمر بن سعد يوم الطف، وكان ممن حمل الأسارى ورؤوس الشهداء، وما جرى بينه وبين الإمام السجاد عليه السلام وسائر أقواله وأفعاله نعوذ بالله تعالى من سوء الخاتمة. انه الضماني مش واحد انه هلأ يشوف حاله شيخ، او انه والله بتعبد بيعرف له بيعمل اعمال عبادية، الشيطان اللي ما بيقدر يكسر رقبة شيخه وحج واخ مؤمن واخت مؤمن، مع الشيطان هذا قديش واحدنا بده يعبد 100 سنة؟ ما الشيطان عبد 6000 سنة. العدو المبين، نحن ما منتعامل مع الشيطان انه عدو مبين، هي مشكلتنا. الله عز وجل بيقلنا فاتخذه عدوا، نحن بيقعد واحد بيفكر هيك بيشوف حاله انه بتصور حاله هو عم بيفكر، هو عم بيقرر، الشيطان بيكون عم بيفكر عنه، الشيطان يوسوس له، قد ملأ بالوسواس صدري، بدل ما يتخذوا عدو بيستأنس بحكياته بيعتبر هو هول إنجازه، يعني بدل أن نعاديه نعاديه نعبده. طيب هذا جانب، جانب أهل الشرك والشك، الشخص اللي ما عم بيراقب نفسه لوين بيوصل. الآية اللي قلت لكم إياها ثم هي بنحطها قدامنا على طول ونفكر فيها يوميا، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، يعني شو يعني يوميا واحدنا بده يحاسب حاله؟ مش مطلوب منا المحاسبة؟ مطلوب منا المحاسبة إنه يا ربي أنا شو عملت اليوم، ويجدد التوبة بالصدق. أما إنه لا بدون محاسبة بتفوت الأمور ببعضها. قال عمرو بن الحجاج أحد قادة جيش عمر بن سعد مخاطبا أصحابه، يا حمقى أتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون فرسان أهل المصر وأهل البصائر وقوما مستميتين،
لا يبرز منكم إليهم أحد إلا قتلوه على قلتهم. هلأ بدي أذكر بعض النماذج من أهل اليقين أبناء الآخرة. النموذج الأول قبيصة ابن ضبيعة العبسي، هذا من اللي جابوهم مع الشهيد حجر إلى مرجع عذراء وقتل هنا. هذا الشهيد له موقع اجتماعي بالكوفة مميز، واعتقل مع الشهيد حجر، وجايبينهم طلعينهم من الكوفة وإذا بيمرقوا من حد بيته، بيطلع هيك بشوف بناته مشرفات كأنه طالعين على السطح، بدنا نشوفه انه يعني شوف ابونا انه ماخذينه على الاقل نشوف. شاف هالمنظر، طلب من اثنين المشرفين على القافلة للشام خليني وصي اهلي، سمحوا له. يقول فاذا بناته مشرفات فقال ذنالي فأوصي أهلي فأذنا له، فلما دنا منهن وهن يبكين سكت عنهن ساعة. صوروا إحساس الأب أنه تارك بناته، ظاهر ما كان عنده صبيان وما بده يبكي قدامهم، بده يتجلد، فما حكى، سكت عنهن ساعة ثم قال اسكتنا فسكتنا. فقال اتقين الله عز وجل واصبرن فإني أرجو من ربي في وجهي هذا إحدى الحسنيين، إما الشهادة وهي السعادة، وإما الانصراف إليكن في عافية. هون ما بدي أقولهم وإذا أنا قتلت فالله عز وجل هو اللي بتوليكم، ما قال إذا أنا قتلت، بس قالهن الباقي وهو حي لا يموت، أرجو أن لا يضيعكن وأن يحفظني فيكن. ثم انصرف. طيب إنه ماشيين الشهيد حجر واللي معه جايبينهم، مين شافهم؟ شافهم عبيد الله بن الحر الجعفي، هذا اللي كان هربان من الكوفة ومش عارف الإمام الحسين عليه السلام بده يجي على كربلاء، وشاف الإمام وصل لهونيك وقال له إن نفسي لا تسمح بالموت. عبيد الله بن الحر الجعفي فارس فاتك، بصير يتلمض إنه أما عشرة، ما في شيء عشرة أشخاص حتى خلص حجره اللي معه، ألا خمسة، بده حدا يحمي ظهره لما بده يحارب. طيب هذا اللي عم يتلمض هيك بعدين ليش هربوا؟ ما بده ينصر الإمام الحسين عليه السلام، نفسه لا تسمح بالموت. ليش لا تسمح بالموت؟ المعاصي بتصير تنقض العزم شوي شوي، فلا يبقى للإنسان عزم أبدا، بصير إرادته مشلول كل ذنب. شايفين الصرخة بالولد الصغير؟ بالظاهر نحن عم نفزع هالولد، منرجف له قلبه حرام هذا، بس بالباطن نحن رجفنا قلب إيماننا، نقص من قلب إيماننا، من قلب عزمنا نقص. والشغل الثاني، الشغل الثالثة، مع الزوجة مع الجيران مع مدري مين، هو قاعد بنفسه هيك عم بفكر، شاف حاله مهم وتكبر وينفخ بحاله، عم يحفر بعزمه فلا يبقى عزم. طيب لذلك هذا ما قادر يوقف الموقف الجهادي عبد الله بن الحر. بيجي مورد آخر، الشهيد صيفي ابن فسيل مدفون مع الشهيد حجر. هون نشوفوا القمة ولاية العجيبة. كان بالكوف، فإجا شخص، إجا شخص بيعرفه لعند زياد ابن أبيه وشابه، إنه هذا من شيعة علي بن أبي طالب. معاوية كان عم يتبع شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، فبعث وراء قال له زياد يا عدو الله ما تقول في أبي تراب؟ هو بده يهين الإمام بكنية أبو تراب. مش بدي أقوله مثل ما نقوله نحن أو الموالي، أنه بناء لحديث موجود أنه فيها هيك يعني
في علاقة خاص بيعبر عن علاقة خاصة بالأمير عليه السلام. ما تقول في أبي تراب؟ قال ما أعرف أبا تراب. قال ما أعرفك به؟ لأنه زياد بن أبي هو كان عامل حاله شيعي وكان زميل حجر بن عدي بالتشيع، بيقول له إن الحب الذي كان في قلبي لعلي بن أبي طالب قد استبدل بالبغضاء نتيجة المعاصي. قال زياد ما أعرفك به؟ قال ما أعرفه. قال أما تعرف علي بن أبي طالب؟ قال بلى. فيها قتل القصة. قال بلى. قال فذاك أبو تراب؟ قال كلا، ذاك أبو الحسن والحسين عليهما السلام. مسؤول الشرطة بيقول له الأمير بيقول لك هيك وانت بتقول له لا؟ قال له يعني إذا كذب أميرك أنا بدي إلحقه. لاحظين التماسك. قال له زياد وهذا أيضا مع ذنبك علي، هذا ذنب إضافي لذنبك علي بالعصا. فأتي بها فقال ما قولك؟ قال أحسن قول أنا قائله، يعني شو بتقول بعلي بن أبي طالب؟ قال أحسن قول أنا قائله في عبد من عباد الله المؤمنين. قال اضربوا عاتقه بالعصا حتى يلصق بالأرض. فضرب حتى لزم الأرض، ثم قال أقلعوا عنه. إيه ما قولك في علي؟ قال والله لو شرحتني بالمواسي، بالموس والمدى سكاكين، ما قلت إلا ما سمعت مني. قال له زياد بدك تلعنه؟ لتلعننه أو لأضربن عنقك. قال إذن تضربها والله قبل ذلك، فإن أبيت إلا أن تضربها رضيت أنا بالله وشقيت أنت. قال ادفعوا في رقبته وأوقروه حديدا وألقوه في السجن وبعثوا لهون واستشهد مع الشهيد حجر. طيب هلأ بدي أذكر بعض النماذج اللي سامعين كلماتهم أحيانا. نموذج الشهيد مسلم بن عوسجة، إمام الحسين عليه السلام لما بيقول لهم وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، هي قليلة الكلمة. أنا وياك إذا كنا بين يدي إمام زماننا وقالنا أنتم في حل سهلوا. شو الموقف؟ تعرف شو اللي بيخلي إنسان يوفق لهيك موقف؟ أحد أصحاب الإنسان ابن بشر بيقول له الإمام أخوك معتقل، هذه أثواب أعطاها قماش ب3000 دينار يعني إلها قيمة، اذهب واعمل في فكاك أخيك. فهذاك يقرر بدي يبعث القماش ويظل. شو بيقول له للإمام؟ بيقول له أكلتني السباع حيا إن أنا تركتك. حللوا الكلمة شوي، ما قال له إن أنا تركتك أكلتني السباع، هذه أقوى بكثير. أكلت إن معقولة أكلتني السباع حيا إن أنا فارقتك أو تركتك. شو اللي بيخلي إنسان يوقف هالموقف؟ أنه في مراقبة لنفسه، حرص على الطاعة واجتناب المعصية، وقع بالمعصية يجدد التوبة، بيتسامح من الشخص اللي أذاه، بيعيش بالدنيا بتواضع، بينطبق عليه وعباد الرحمن الذين يمشون. أما الطريقة اللي احنا بتنعم فيها هذا كوع، واللي مش قادر يكون كوع ببيته هو فرعون، مش بس كوع. وكل واحد منا بيعتبر حاله البصل الكبير، قومي رؤوس كلهم أرأيت مزرعة البصل. لذلك من الطابش وما فينا نتعايش. لذلك ومستحيل أنه نوفق لي الوصول إلى خيام سيد الشهداء سلام الله عليه إلا إذا أدركنا أنه هذا خطأ، بدنا نشتغل بطريقة تانية. عندما قال لهم وهذا الليل قد غشيكم، مسألة مش قاعدين هيك مطرح لحالهم، في حوالي 70,000 جندي قبالهم، يعني في معركة طاحنة ثاني يوم، واللي بيظل أكيد سيقتل. بالمقابل شوفوا هالإصرار.
مثلا شهيد مسلم بن عوسج. على فكرة مسلم بن عوسج كان زميله كان شبث ابن ربعي. شبث ابن ربعي هذا اللي صاحب الضلال المبين بحسب تعبيره. لما نستشهد الشهيد مسلم بن عوسجة منشوفها بالكتب أو منقراها، بيقول فرح أهل الكوفة بأنه راح من طريقهم ركن جهادي كبير. شو بيقول لهم شبث بن ربعي؟ بيقول لهم أيقتل مثل مسلم؟ ثكلتكم أمهاتكم، أيقتل مثل مسلم مسلم بن عوسجة وتفرحون؟ لرب موقف له في الإسلام كريم، والله لقد رأيته يوم فتح أذربيجان وقد قتل 6 من المشركين قبل تتام خيول المسلمين. شبث ابن ربعي كين حد الشهيد مسلم بالطليعة يعني قدام الجيش، واشتبكوا مع جيش المشركين وقتلوا 6 قبل ما يوصل الجيش الإسلامي. اللي قتل 6 مين؟ شهيد مسلم ابن عوسج. بس مسلم كمل، شبث سقط. قام إليه مسلم الإمام الحسين عليه السلام لمن قال وهذا الليل قد غشيكم، فقال أنخلي عنك ولما نعذر إلى الله سبحانه في أداء حقك؟ أما والله حتى أطعن في صدورهم برمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي. إذا بك تحلل النص تحليل نفسي بتشوف أنه لا وجود لشيء اسمه هاجس أبدا أبدا أبدا. انه واحد مثلا بيقول انا بظل معك خلص خلصت بطاريته، لكن بظل معك بعدين شو كيف بيكمل؟ حتى اطعن اما والله، مش مثلا حتى اطعن بدون اما والله، مش والله لحالها، اما والله حتى اطعن في صدورهم برمحي واضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي، ولو لم يكن معي سلاح اقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة، والله لا نخليك. بعده عم يطلع عم يطلع بجلي حتى يعلم الله أن قد حفظنا غيبة رسول الله صلى الله عليه وآله فيك، والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا أو أحيا ثم أحرق ثم أحيا ثم أذر يفعل بي ذلك 70 ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك، فكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبدا. الشهيد زهير بن القين بيقول للإمام الحسين والله لوددت أني قتلت ثم نشرت. الشهيد مسلم بيقول 70 وبيقول 1000 نشرت ثم قتلت حتى أقتل هكذا 1000 وأن الله تعالى يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتيان من أهل بيتك. أنه أمنيتي هذا. طيب الكلام بالنتيجة العبرة شو؟ الإمام الحسين عليه السلام سفينة النجاة، الدمعة على سيد الشهداء تطفئ بحارا من نار. هذه العلاقة بسيد الشهداء طريق إلى أعلى عليين، شرط أن ننتبه، خلي للصلح موضع، أن نعرف كيف نتعامل مع هذه الدموع، مع هذه العلاقة بسيد الشهداء عليه السلام في سبيل اليقظة، تفكير دائم بالآخرة، الاستعداد للآخرة. نحن مش باقيين هون، لو ما عندنا دليل على أنه رايحين إلا أنه علي بن أبي طالب سلام الله عليه بيقول تجهزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل وأقلوا العرجة على الدنيا. لو فرضنا واحد مش موقن بيقول علي بن أبي طالب بيقول في آخرة وأنا بدي شك بالآخرة، علي بن أبي طالب سلام الله عليه بيقولنا كونوا من أبناء الآخرة، ليس لك من مالك إلا ما قدمته، يحن إلى الشهادة، وأنا بدي اشتغل على أساس الدنيا لحالها؟ لا. طيب إذن شو الموانع؟ شو اللي بيعمل حاجز أمام الإنسان؟ هي الذنوب. من انتبه يعني شو الذنوب؟ خلينا نركز على شغلة واحدة، إنه واحدنا شو ردة فعله على الأمور اللي بتصير معه؟ إنه مثلا كسر صحن بهالبيت شو بيشتغل؟ أنت بشر والله، بيقول لحاله أنا بشر والله حيوان؟ طيب إذا كسر صحن
بيحكي واحد بأن بيكسر إنسانيته، بيكسر كرامته، بيكسر كرامة الآخرين. شو السبب؟ أنه مش متربيين على الصبر. عندما نراقب أنفسنا ننتبه أن مشكلتنا نقص الصبر. الصبر منين بيجي؟ بيجي بطلبه من الله عز وجل. قد يمضي الشخص منا عمره ولا يقدم طلبا لله عز وجل بالصبر، لأنه نحن مقررين هيك منيح، وضعنا هيك منيح. الحدة، عدم الصبر، قوة إرادة وحزم وإدارة وقوة شخصية. هذه عقبات. خلينا نطلع من الأوهام اللي عايشينها، نكسر هذا الصنم ونقرر أن نجدد التوبة على أعتاب سيد الشهداء سلام الله عليه، ونغسل بهذه الدموع أدران المعاصي. يعني على الأدمي، وباختصار واحدنا بيقول يا ربي أنا بدي صير من أدمين بس مش عارف كيف، أو أنا عم مقصر عاد هيك مش عارف، أو أنه في حجب بتمنعني. قد تحيرت فيك خذ بيدي يا دليلا لمن تحير فيك، يا قابل السحرة اقبلني، يا قابل السحرة اقبلني. إلهي إن لم أدعك فتجيبني، فمن ذا الذي أدعوه فيجيبني؟ من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري؟ إلهي أنا ناوي أصير بني آدمين بس ظاهر مش عارف، أو أنه أنا عارف لكن أهوائي تمنعني من التصديق والإذعان والعمل. أنقذني يا ربي. نسلم أنفسنا على أعتاب سيد الشهداء للتوكل على الله عز وجل وبصدق، ونعاهد الله عز وجل إذا انتبهنا لأي معصية، أي أذى لأحد، أي إساءة، بدنا نتسامح. العنوان اللي بيدل، علامة اللي بيدل أنه واحدنا عن جدنا ويشتغل هيك، أنه يصير تعامله ببيته تعامل مختلف، أنه الزوجين يقرروا هالبيت لازم يضوي، البيت لازم يضوي، ويتفقوا اثنينهم أنه نحن مش معصومين، فإذا واحد عصب خلي التاني أجل نوبته لبعدين، مش تجيهم النوبة اثنين بوقت واحد، حتى يكون عم بيساعده على، عم بيساعد التاني على الشيطان مش عم بيساعد الشيطان عليه. هكذا يمكن أن نصل إلى خيام سيد الشهداء سلام الله عليه بسرعة قياسية. كذلك التفكير بباقي المعاصي. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. رسمت السبيل فيا وارث الأنبياء سلام عليك من الله لا لن يزول. وقفت أمام اختبار عظيم وأحييت في الناس صبرا جميلا وتاسع أبنائك الظاهرين سينشر في الأرض نبلا أصيلا. وإن المعارف تروي الحكايا يقرأ الناس.